طيب يا استاذ، يا فإذا اون انترودوي على الكليب 0.4 مول داسيد ايتانويك، نحن عملنا اورال للبارتي 161، ما هيك؟ لا كتبناها كتبناها بس شوي، كيف كتبناها؟ بعد ما خلصنا الانسيس ان الانسيس دو الكالكول بعد ما عملناها الانسيس دو اوكي. فاذا استاذ بالانسيس دو كنت عم بلش اكتب انا الريبونس، كيف بصير في عندنا نوفيل اكيليبر؟ قلنا بنعتبر انه تي زيرو هي الاتا دي اكيليبر بريسيدون، هيدي ركزوها كثير منيح بالامتحان لانه كثير بينطرحك اسئله واكيد حينطرحك سؤال. استاذ في لك انا كيف فكرت فيها لاعرف اذا صح او غلط. استاذ لما تغير انا عندي النمبر دو مول للاسيد صار لازم اعرف مين اللي ميتون مين اون اكسي بين مين اللي ميتون مين اكسي. ما هو استاذ مجرد ما انت زدت اسيد يعني هو حتكون هو بطل اون رابور ستوكيومتريك، هيدا اللي بقوله انا. بطل فجبت الرابور للالكول والرابور للاسيد لاقول انه الالكول هو اللي ميتون، فنحن قلنا الاكس هي يا بتكون النمبر دو مول فورمي يا النمبر دو مول رياشي، فالاكس هون مش بتصير 0.07. لا انتبه يا استاذ، بتضل الرياكسيون ريفرسيبل، الرياكسيون ما حتصير توتال لحتى تقولي اكس اي وليميتون ويروح كله قد ما في عندنا من الالكول. هو السؤال كان عم بيقول لنا تفكيركم دائما عم بيوقع بالخطا يا تانيا، وين؟ بين الرياكسيون ريفرسيبل والرياكسيون كومبليت. بعد الرياكسيون ريفرسيبل عم بيقول لي كالكولي لا نوفيل كومبوزيسيون مولار دو سيستيم لورسكو ليكيليبر سو ريتابلي، يعني رجعنا على ايتا ديكيليبر دوزيام ايتا ديكيليبر. الكونديسيون اكسبيريمونتال ne change pas، بس غيرنا النمبر دو مول، يعني المفروض عن نوفيل ايكيليبر يكون عندي ميم كاسي كونا ديجا تخوفي. مش لازم فكر، ما هو تلقائيا مجرد ما قال لك زدت الكار او سيت كاربوكسيليك معناته اكيد اكيد. ما هن لما بالاول لما وصلنا على الاكليب، ما بما انه بلشنا بميلونج اكي مولار يعني الكار والاسيد قد بعضهم، فهي ان زيغوم و اكس ان زيغوم و اكس، يعني حيكونوا ميم فالور على البروميير اكليبر. لما زدنا اسيد كاربوكسيليك اكيد الرابور حيكون مختلف، ما في داعي نعمل كالكول للرابور، بس المهم اعرف انه هيدي التي زيرو الجديد اللي انا بحطها هون هي الاتا ديكليبر، مش ارجع من الاساس اشتغل عليها. استاذ اوكي استاذ، نحن كنا وصلنا اليكليبر ورجعنا زدنا اسيد صح؟ صح، يعني برجع بنطلق من الاتا ديكليبر مش برجع من اساس السؤال. هون بتفرق عند الطلاب. فاذا اذا هون بده احط موان اكس موان اكس بلس اكس بلس اكس. الوغ ريغاردي اليكيليب كيس كونا؟ اون 0.07 موان اكس، هون تقريبا هيدي 0.47 موان اكس، هون تبو 0.13 بلس اكس و 0.13 بلس اكس، معنى ديجا كان عندي استر و او. صح؟ بلا اوكي يا كيس كون دوا فير مانتينو مسيو؟ il faut travailler sur quoi؟ كاسي ات ايغال 0.07 موان اكس، هيدا نومبر دو مول، ما في داعي ارجع اكتب الريلاسيون، سور في توتال فاكتور 0.47 موان اكس سور في توتال sur 0.13 plus x sur v total facteur 0.13 plus x sur v total. هيدا الشيء قد ايه بده يساوي؟ 3.45. استاذ اعملوا كالكول انتو. استاذ طلع معي دو ريبونس، واحدة x1 equal 0.8 و x2 0.048، واحدة أرجوتي واحدة أكسبتابل. قديش طلعوا معك؟
واحدة 0.8 وواحدة 0.038 0.048 هي الأكسبتابل. صح، لأنه أول فالور هي أكثر من الفالور للألكول أكبر، يعني أكيد ما حيروح كونتيتي تعمل رياكسيون أكثر من الكونتيتي إنيشيال للألكول. طيب فإذا أعطيني الريبونس تلو معك يا أستاذ تالا. 0.8 مول ما هيك؟ و 0.048 يعني خلينا نقول 0.05 مول. هيدي ريجيتي، هيدي اكسبتي. فاذا استاذ سي اون فو كالكولي لا فالور دو ميلانج دو لا كومبوزيشن دو ميلانج، انا le nombre de moles de l'acide à le nouvel équilibre, c'est égal à 0,47, n'est-ce pas? Moins 0,05 est égal à 0,42 moles. L'un de l'alcool égale 0,07 moins 0,05 égale 0,02 moles. L'un de l'ester, l'un de l'eau, égale 0,13 plus 0,05 égale 0,18 mol. Qui n'a pas compris qu'est-ce qu'on a fait? Tania, là, je travaille maintenant, c'est comme un équilibre, استاذ. يعني بالاول اشتغلنا شويه اورجانيك، بعدين الكالكول هو ذاته كانه عم يشتغل اكيليبر شيميك. فشو عندنا اسئله؟ انا جاهز. نعمش الحال. هذا عنده بروبليم. بس فيك تعيد وي لا ليه الـ اكس 1 اغوجيتي؟ ما تطلع الاكس 1 0.8. طب ما انا الرياكتيف وحده 0.47 انيسيال وحده 0.07، كيف بده تكون الاكس يلي هي رياجي بدها تكون اكثر من الكونتيتي انيسيال؟ ايه اوكي ماشي الحال؟ ماشي الحال، ميرسي. كتبنا الريبونس استاذ. الكاسي هي الكونسنتراسيون البرودوي على الكونسنتراسيون الرياكتيف ولا الكونسنتراسيون البرودوي على الرياكتيف؟ انا حطيتهم بالعكس ما هيك؟ يلا إيه. بالعكس هلا ما عادش فينا نغيرها. طيب خليني نشوف كيف بدي ظبطها هلا يا استاذ. يلا استاذ نحن بس بدنا نحل هيدي الايكواسيون، نعمل سمبليفي بالفوليوم توتال. صح، لانه ما في بوسونس. هيدي 1 3 وهيدي 1 3 بلس اكس بلس اكس، هون بدها تكون 0.07 موان اكس وهيدي 0.47 ما هيك 47 زبطت معنا وهيدي موان اكس. يلا ميرسي استاذ. رجاء كل حدا فيكم يرجع بالبيت يعمل الكالكول لهيدي الايكواسيون، لحتى بالامتحان اذا مرق معنا هيك ايكواسيون تعرفوا تعملوا كالكول، مش تصيروا تجربوا بالامتحان. جربوا هلا كرمال بعدين تكونوا تعودتوا عليها. يلا نكتب هيدا الريبونس لنروح على اخر بارتي. اللي خلص رجع ان يرى اخر بارتي استاذ ويحضروا. يلا كون انا سجلت الحضور. شباب صبايا بس تخلصوا نقل اعطوني خبر. بعدنا عم نكتب؟ يلا دقيقة بس. اوكي. مش الحال. فإذا نحن قلنا الغياب عندي ثلاثة يلي هن
سميح ونجيب. نور فاتت معنا بعد غير نور. نور لا كمان نور. اوكي عندها بروبليم دو كونيكسيون. يلا هذا البارتي كمان حلو ما بيشكي من شيء. En changement des conditions expérimentales de cette synthèse, on considère ci-dessous les courbes qui représentent la variation du nombre de moles de l'ester formé en fonction du temps. فإذن عم نشوف النombre de moles, la formation de l'ester en fonction du temps. Lorsqu'on réalise cette synthèse, en changeant chaque fois une condition expérimentale, une température plus élevée, sans l'ajout de l'acide sulfurique concentré, utilisation d'un mélange initial où l'acide éthanoïque est en excès par rapport à l'alcool, associé en justifiant chacune des courbes 1, 2 et 3 à la condition expérimentale correspondante. Par exemple, عندنا استاذ هاد الكونديسيون هو معطيني الكورب يلي حاطط لي بقلبه سانتيز انيسيال دو ليستر. خلينا نشوف كل كورب لمين على اي كا. استاذ هني في اربع كورب يعني في وحده طبيعيه؟ وي سانتيز انيسيال معطيك هو وين السنتيز انيسيال كان دو ليستر. استاذ فيني جرب؟ مين تالا؟ وي يا ريت يا بس استاذ للكل يجرب. فإذا استاذ حافترض انا هيدا 1 هيدا 2 وهيدا 3 اوكي سميتهم 1 2 3 على كل كونديسيون لاي كورب تابع وبوركوا. تالا اعطيني الكورب 1 سي لا تمبيراتور لانه النومبر دستر اللي كنا اوبتوني هو زيتو عالي condition initiale okay. Et l'estérification athermique pour le rendement de l'eau des aides. طيب بس ما اعطيتيني الحل الكلمه الصح او الاكسبليكاسيون الناطره ليش قلت ال ان لانه وصلنا لنفس الروندمون نفس النومبر دي ستار الاوبتينو الاكтуаل بس الطون يعني هيدي بدك تقوليها انه التمبيراتور جو ان رول سينيتيك. فإذا الرياكسيون أتان يعني بطن بلو كور بس ميم كونتيتي. فإذا استاذ في نقطتين بدنا نحكي عليهم هون. طيب قالتهم تالا انه هي رياكسيون اترميك يعني الاليفاسيون دو لا تمبيراتور نافكت با لو روندمون يعني نافكت با لو نومبر دو مول دو ليستر بينما التمبيراتور هو فاكتور سينيتيك. فإذا استاذ بتكون الأتان على الاتا ديكيليبر بلو رابيد. هون نقطتين بدنا نحكي عنهم. طيب مين بيعطيني الاكسبليكاسيون سون لاجو دو لاسيد سلفوريك كونسنتري اي كورب بس رجاء بنعمل ريز هاند. طيب خلوني اخذ ساره
Oui, monsieur, هي ال troisième عشان بت sans l'ajout بيقل ال rendement للأستر. يعني. عشان بتعمل إدغوليز لل reaction. فإذا من دون الأسيد سلفوريك شو حيصير عندنا هون؟ رح نوصل. لأنه هي كاتاليزور فهو الفيتاس يعني استاذ اكيد ابخي ان سيغتان تون بعد وقت معين هون ما خلص الرياكسيون لوين رح توصل توصل لنفس النقطة رح توصل لنفس النقطة بس بدها تون شو بلو لون تخي بيان برافو يعني على هيدي الانسون لحد ما وصل الكورب نقدر نقول انه تروا هي سون لاجو دو لاسيد سلفوريك لانه بالإتا إكسبيريمونتال نحن وصلنا على الأسيد سلفوريك وبيبقى الدو أكيد لما استعملنا إكسي من الأسيد إتانويك أول شيء حتكون أسرع والكونتيتي للإستير فورمي حتكون أكتر لأنه إنيسيالمو كان في عندي إكسي من مين؟ من الأسيد. طيب خلوني أكتب الريبونس استاذ قبل ما يخلص الوقت بدي أخلص منه للسؤال فإذا الدو فإذا لما يكون عندي تمبيراتور plus élevé, يعني l'équilibre, l'équilibre est atteint pendant un temps plus court et atteint la même valeur. يعني هون عندي الكورب هلا sans ajout de l'acide sulfurique le même équilibre est atteint pendant un temps plus long. Il y a la courbe 2. Ah, pardon, 3. Voilà. Avec, ça va être la silhouette, mais qu'à fil la prochaine fois, demain, je vais vous dire qu'on allait faire un peu. Inch'Allah, je vais vous faire un exercice et je vais vous faire un peu. D'acide. Acétique, la réaction est plus rapide. Effet de la concentration.